مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، نباتات الزينة ونباتات البرية. عندنا اليوم شجرة التين الياقوتي، هو نوع من النباتات يتبع جنس التين من الفصيلة التوتية رينية، مسجلة باسم ريني لوني دوفينكس دوفينكن. مكان نبات الشجار غالبا ما تكون التربة التي تنمو عليها جيد التصريف وقليلة المغذيات، وهي مشتقة من الحجر الرملي أو القوارص البازلت في منطقة سيدني. ينمو شجرة التين الياقوتي من مستوى سطح البحر تقريبا من 1000 إلى 3500 قدم. ينمو النبات إلى تقريبا 15 متر طولا ارتفاعا. نوع من نباتات الزينة وأشجار الظل. وهي شجرة شائعة في شرق أستراليا وجزء من نيوزيلندا وهاواي وجزر كاليفورنيا وبعض الأماكن، على الرغم من حجم أوراقها إلا أنها تستخدم كمنسل، لأنها صلبة وسهلة العمل معها ويتكاثر بسهولة عن طريق العقل. يزرع كنبات زينة وأشجار ظل، سبق وتحدثنا عن الموضوع. على الرغم من حجم كبر الشجرة نسبيا، إلا أنها تعمر طويلا وتكاثر من خلال البذور والعقل أيضا. نبات من أنواع الفوكس، نبات الفوكس في كثير من المعلومات عن النبات تجدون الرابط أسفل الفيديو. يقول هنا عام 1911 كما شجرة التين الياقوتي متنوعة المرقشة شكل متنوع في الزراعة على الساحل الشرقي لأستراليا وفي الولايات المتحدة، هو عبارة عن يفتقر إلى الكروفيل في الطبقة الثانية من النسيج الإنشائي للورقة. الأوراق لها بقعة خضراء مركزية غير منتظمة على طول منطقة الوسط مع أصفر وخضار وغير منتظمين في مكان أخرى. تحتوي أوراق التي تنمو في الشتاء بشكل عام على بقع خضراء أكبر من تلك التي تنمو في الصيف، غير مستقرة. تظهر فروع النمو الأخضر بشكل متقطع على الرغم من الحجم الكبير نسبيا للشجرة. يمكن نشرها بسهولة عن طريق العقل أو الطبقات، وهي خشب ذو اللون الفاتح الناعم وهش خفيف الوزن. لها بعض القيم في صنع أشياء مثل الألعاب والصناديق الصغيرة. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.